فعاليات مهرجان التصوير الدولي إكسبوجر 2021 انطلق اتحاد المصورين العرب عبر محور جديد أراد من خلاله أن يحفز المصورين العرب لغرض تقديم نتاجاتهم وأعمالهم وفق رؤية فنية جديدة غير تقليدية. لذلك أعلنت عن طريق لجنة المسابقات والمعارض في اتحاد المصورين العرب عن محور جديد اسمه في حياتنا روايات. حقيقة هنالك الكثير والمثير والجميل من الأعمال التي قدمها المصورون العرب من دولنا العربية الشقيقة وحتى المتواجدين منهم في المهجر في أمريكا في أوروبا وفي آسيا وفي أفريقيا وفي كل مناحي العالم. تم الاختيار، اختارينا 37 مجموعة وعرضناها أمامكم. نسعى دائما إلى تقديم كل ما هو جديد وجميل للمصورين في سبيل أن نشد الهمة ونشد العزيمة على مستوى المسابقات والمعارض والورش والمناشر والفعاليات الأخرى الجميلة. لابد لي من خلال هذه المنصة أن أتوجه بالشكر والتقدير والعرفان إلى سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد قاسمي حفظه الله ورعاه، عضو المجلس الأعلى، حاكم بلاد الشارقة العامرة، الذي قدم الكثير من الدعم والمؤازرة والمساندة لاتحاد المصورين العرب لبلوغ برامجه وأهدافه وفعالياته. كما نتقدم بالشكر والتقدير والامتنان إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد قاسمي رئيس مجلس الشارقة الإعلامي، أيضا وضع النواة الأولى والفكرة الأولى لتأسيس هذا الصرح إكسبوجر، أصبح الآن المنصة رقم واحد في هذا العالم إن شاء الله. والشكر والتقدير لمجلس إدارة اتحاد المصور العرب والأعضاء المكتبين التنفيذي والأمانة العامة ولجميع المصورين المساهمين. كما نتوجه بالشكر والتقدير إلى الشركات الراعية لنشاطاتنا وفعالياتنا. كل الشكر للجميع، حتى نلتقيكم في برامج ونشاطات وفعاليات أخرى، لكم مني كل التقدير والامتنان والاحترام.